داء كرون هو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية يلي بتنتج وبتسبب الالتهابات بالسبيل الهضمي يلي ممكن بتؤدي لبعض الاضطرابات والآلام للأشخاص المصابين بهيك نوع من الاضطراب. صحيح، يعني اليوم رح نحكي عن داء كرون مشاهدينا، رح نحكي عن الأسباب، طرق العلاج وأيضا المضاعفات يلي ممكن تنتج عن هذا المرض. هاي التفاصيل كلها رح نحكيها مع الدكتور ملهم عبد العزيز علي اختصاصي هضمية اللي صار معنا ضمن استديو دامسكو. أهلا وسهلا فيك. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني معنا بالبداية دكتور، خلينا نعرف المشاهدين كتشخيص طبي، داء كرون شو هو بالضبط؟ داء كرون هو مرض مزمن بصيب الجهاز الهضمي. نحن بشكل عام الجهاز الهضمي في الكثير من الأمراض، سواء كان بصيب الجهاز الهضمي من ناحية العلوية بالمعدة والعفش أو بصيب الكولون والأمعاء الدقيقة. هلا في مرضين كتير مهمين هن ومنتشرين بكثرة، وان كانوا هن موجودين ولكن ما كان في تشخيص صح. فعندنا بسموه الاي بي دي اللي هن كرون ديزيز والاسترايتيف كولايتس، هن اثنين مرضين مزمنين بصيب الكولون. بالنسبه لداء كرون هو مرض مزمن بصيب كامل الجهاز الهضمي من الفم وحتى الشرج، وهذا ميزه على الامراض الاخرى. هذا المرض انتشاره صاير كتير، تشخيصه بلشت هلا التشخيص اكثر، صار الاطباء توجه نظر عليه اكثر. اذا هو حاله التهابيه بتصيب كامل الجهاز الهضمي. تماما دكتور، اليوم يعني دائما لكل مرض اسباب، خبرنا عن اسباب. هلا هذا المرض تحديدا هو حتى الان في بعض النقاط مجهوله للتشخيص، ولكن هو مرض مناعي ذاتي، يعني هو بينشا من جسم الانسان لذاته. يعني انت في الفئه المصابه ما بين 15 ل 20 سنه ل 25 سنه، هي العمر ممكن من 15 ل 30 سنه. هلا في بعض الحالات عم نشوفها بالاعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة. أسباب هن ثلاث أسباب أساسية. مناعي ذاتي بالسبب الأساسي، و 80% من الأسباب هو مناعي ذاتي، يعني بشكل الجسم بشكله لذاته، يعني بصير في مثل طفرة خلينا نسميها أو هجمة مناعية من الجسم، بتهجم هاي الخلايا على مناطق السليمة أو مناطق الصحية ضمن الكولون أو الأمعاء الدقيقة، فبتصير الأزياء الالتهابية وبتتفاعل هاي الأزياء الالتهابية وبتتطور. هلا بنحكي عن مراحل التطور. هذا السبب الأول هو المناعي الذاتي. السبب الثاني قد يكون التهابي، يعني التهاب معدة وأمعاء متكرر ناكس قد يطور كمان حالة مناعية بروح على وصول لداء كرون. في الطفرة الوراثية، العامل الوراثي بيلعب دور كتير إيجابي بهالحالة. ممكن تكون الأم مصابة بداء كرون، ممكن يكون الأب مصاب بداء كرون، أحد أفراد العائلة سيكون مصاب، مثل مختلف الأمراض اللي بنشوفها. فإذا أسبابه هي، وفي طبعا مجهول السبب حتى الآن ما تشخص، ولكن نحن خلينا نقول مناعي ذاتي هو الأساس. تمام. يعني دكتور ذكرت حضرتك في تطور بمجال التشخيص، مجال العلاج، تخبرنا شوي كيف فينا نشخص داء كرون عند الأشخاص؟ طبعا هلا هو تشخيصه يعتمد على اعراض المريض. يعني نحن مريض داء كرون مشكلته بيكون اعراضه مخاتله مو دائما واضحه، لانه بتحمل مثلا قد يكون الام معديه وبتحمل اعراض القرحه الهضميه والام بطنيه. بس انت وقت يجيك مريض بالاعراض اللي هلا نحكي عنها 12 عرض، بدنا نحكي بالتشخيص. التشخيص يختلف من تحليل الدم، بنبلش اول شيء تحليل الدم، بنشوف الخضاب، بنشوف الكريات البيض، الكريات الحمر، لانه الكريات البيض ممكن تكون زايده، الكريات الحمر ممكن تكون ناقصه. بنروح على تحليل البراز، وبعدين بنروح على الكولونسكوبي اللي هو تنظير الكولون، وممكن نروح على الجاستروسكوبي، وعن جديد دخلنا الكبسولسكوبي اللي هي بتشخص الامعاء الدقيقه اللي ما بنقدر نوصلها عن طريق التنظير الهضمي العلوي او التنظير الهضمي السفلي. فاذا التشخيص بيكون عن طريق طبيب الهضميه او طبيب الداخليه العامه اللي بوجه عن طبيب الهضميه لحتى يطلب التحاليل. تماما. اليوم يعني دائما دكتور، او بعض الامراض ممكن تكون سبب لمرض ثاني او لوجود مشكله صحيه ثانيه بالجسم. صحيح. اليوم داء كرون هل هو ايضا انعكاس او يعني تشترك حالته مع حالة مرض آخر بالجسم؟ هو مثل ما حكينا أنه هذا المرض المناعي الذاتي دائما يأتي مرافق، فينا نقول مو دائما، أغلب الأحيان مرافق لأمراض مناعية أخرى. يعني في بيئة تأتبية مناعية موجودة عند هذا الشخص، هي قد يكون معه التهاب مفاصل مناعي، قد يكون معه ذئبة حمامية جلدية، هدول كلهم يتماشى معه أحيانا داء كرون. طبعا هو يفيد مضاعفات أكيد، يعني المضاعفات ممكن يوصل حتى البوليبات بتسد الكولون، ممكن يوصل لانسقاب الكولون، ممكن نحتاج جراحة. ولكن إذا تشخص بمراحل مبكرة، وخاصة بنرجع بنبه عند الأطفال الصغار، يعني في أحد المحاضرات كنا عم نحكي إنه ما بيصير غير 15 ل 25 سنة، بين 15 ل 25 سنة، والشباب والإناث نفس الشيء، يعني ذكور وإناث مع بعضهم فئة الشباب. أنا بصراحة من خلال التنازيل عم نشوفه المرضى، شفت طفل 4 سنوات وشخصه داء كرون، وشفت عالم 70 سنة وشخصنا داء كرون. فالتشخيص الدقيق هو كتير منيح عشان ما نوصل على الاختلاطات يلي هي ممكن تترافق مع هذا المرض. صحيح. يعني دكتور أكيد لكل مرض في أعراض، في علامات بتظهر على الشخص المصاب بداء كرون، شو هي الأعراض يلي ممكن تترافق مع ظهور هذا المرض على الأشخاص؟ هو الأعراض مثل ما حكينا حضرتك إنه مختلفة،
ممكن تكون أعراض تبدأ من الفم حتى الشرج. بنحكيهم بشكل سريع: القلاع الفموي اللي هي قرحات صغيرة بتكون ضمن باطن الفم، حرقة حموضة بالمعدة تتماشى كمان مع التنادل القرحي، نفخة بالبطن، آلام بطنية معممة، ممكن وصل لإسهال، إسهال شديد غير مفسر، فينا كمان بعنا بواسير أو نواسير، ممكن كمان الخراجات الشرجية أو حول الشرج، هي كلها من أعراض كرون. في نقص الوزن كمان وفقر الدم، أحيانا نقص الوزن ما بيكون مريض بعرف شو صاير معه، بس نقص وزن وخمول ووهن عام بيصير معه إسهال، بيصير يبحث عن هالموضوع، بيطلع بالنهاية داء كرون، بالإضافة إلى وجود دم بالبراز، وهذا كتير مهم تشخيصه. هيك أعراض هضمية، وفي بعض الأعراض الخارج هضمية مثل الأعراض النفسية كالاكتئاب، مثل الآلام المفصلية والآلام العضلية المعممة، وأحيانا تشوشات الرؤية اللي بتصير. تماما دكتور، اليوم يعني موضوع التشخيص والعلاج دائما هو الأساسي يعني في حل أي مشكلة، تخبرنا أكثر عن مراحل العلاج والتشخيص. طبعا مثل ما حكينا التشخيص هو لازم نعمل أول شيء تحليل دم عادي تلقائي سي بي سي ومع الخضاب والكريات الحمر والكريات البيض، بعدين نعمل تحليل البراز وبنعمل فحص الكليكوبروتكتين بالبراز، لأنه إذا كان بوزيتيف بوجه إنه بدنا نعمل تنظير كولون، بنروح على تنظير الكولون. بنهاية الكولون في منطقة اسمها التيرمينال أوليوم أو نهاية الدقاق، بناخذ منها بيوبسي لحتى نشخص هذا المرض. طبعا التشخيص بيطير عن طريق التشريح المرضي، بعدين ممكن نحتاج تنظير معدة إذا كان في أذية معدية أو شيء، ممكن نطلب استشارة عينية. شخصنا نحن داء كرون، بنروح على العلاج. العلاج كان من سنتين يتعالج بدواء اسمه ميزاكول أو ميسالازين، يلي هو 5 أمينو ساليسيليك أسيد، هذا كان نوعي للمرض، ولكن اكتشف لاحقا أنه هو خاص بالتهاب الكولون القرحي وليس بداء كرون. هلا بلشنا نعالج، نستخدم الكورتيزون. هدف العلاج هو تحسين نوعية الحياة للمريض وتخفيف الهجمات، لأنه دائما بيجي المرض بهجمات نتيجة إصابات الكولونية، فبيجي بهجمات آلام بطنية وإسهالات ودم، فنحن بدنا نحسن من نوعية الحياة تبعه. تمام، يعني هون دكتور يعني عم نستخدم الكورتيزون لا نحن نخفف في حال كان عندنا مشكلة مناعية. في دواء هلا جديد نزل على السوق هو موجه اسمه MMX6، هو موجه لنهاية الدقاق وإصابة داء كرون. مشكلة داء كرون ما فينا نعمل فيه جراحة مثل التهاب الكولون القرحي، لأنه إصابة في كامل الجهاز الهضمي، يعني هو بيصيب الأغشية المخاطية، فممكن يصيب العين كمان، فنحن ما فينا نعمل جراحة، ما فينا نستأصل كامل الكولون أو كامل الجهاز الهضمي. أما بالتهاب الكولون القرحي فينا نستأصل، فبنستخدم الكورتيزون لتخفيف الأعراض، ممكن يمر المريض فترة هدأ. أحيانا ما بيستفاد المريض، بنروح على مثبطات المناعة اللي بتستخدم مثل أستوبورين، ميتوتريكسات، ممكن نروح على العلاج البيولوجي سواء كان الحب أزميلايد أو الإبر اللي حكينا أنه هلأ إجت جديد من شي 6 شهور، بتنعطى إبرة تحت الجلد كل شهر، بتنعطى لمدة سنة، بتحقق هدأ ممتازة للمريض وتحسين نوعية حياته، بعيش حياة كريمة جدا، ممكن يوصل إلى نواسير أو شيء فنحتاج جراحة. تمام دكتور، أكيد ما بعرف يعني هاي المعلومة إذا كانت صحيحة أو لا، إنه مضاعفات داء كرون ممكن تؤدي للموت أو ممكن تهدد بالحياة، إلى مدى يعني هاي المعلومة هي صحيحة خاطئة؟ اللي هو الإهمال الكثير ممكن يوصل لمرحلة منسقف في الكولون ويصير في حالة جراحية حادة، ولكن ضئيلة، يعني هاي الوصول هاي النسبة ضئيلة جدا لتؤدي للوفاة. فما ما يعني آخر شيء مرض داء كرون بده يشخص حاله إجباري نتيجة الدم بالبراز نتيجة الإسهال الشديد، بده يتشخص يعني. فالعلاج الكورتيزون هو السحر بهذا الموضوع، وإن شاء الله يعني أغلب مرضى يستفادوا عليه قبل نوصل على العلاج البيولوجي أو على نتطور أكثر ونروح على الجراحة. تماما، اليوم استمرار العلاج هل هو طيلة فترة حياة الشخص؟ نعم، للأسف هو مرض مناعي مزمن وذاتي ومدى الحياة، يعني أنت في أمراض سلاسة بالجهاز الهضمي، داء الزلاقي والتهاب الكولون القرحي وداء كرون، هدول مدى الحياة يعني ما في المريض. ولكن بدي نوه على شغلة منيحة أو مهمة كتير، أنه التدخين مضر جدا بداء كرون، يعني نحن بنكون عم نسرع، يعني داء كرون مريض بيعيش معه 40 50 سنه حياه طبيعيه جدا جدا اذا خففت الهدأ، ولكن اذا كنا عم ندخن بتصير 20 سنه، يعني تسريع الالتهاب وتسريع الاذيه وتسريع الوصول لمراحل خطره بهالمرض عن طريق التدخين. فنحن مريض داء كرون ممنوع منعا باتا التدخين والارجيله منعا باتا، على عكس مرض التهاب الكولون القرحي. دكتور يعني اكيد بما يخص داء كرون، هل كل الحالات بتستجوب انه نتدخل جراحيا لنعالج المريض، أم أنه إذا الشخص اعتمد على نظام صحي أو اتبع تعليمات الطبيب المختص فيه يستمر فينا نقول بحياة مرتاحة بعيدة عن الآلام بعيدة عن المتاعب اللي بتترافق مع داء كرون؟ مثل ما قلت لك أنستي، هو هدف العلاج تحسين نوعية الحياة، فإذا التزم المريض مع الطبيب
التزام حقيقي، التزم بالأدوية، عمل حمية التدخين اللي حكينا عنه، بالإضافة لبعض الحمية. هلا كان أيام زمان ممنوع يأكلوا شغلات بهارات وحروة وكذا، حاليا أنه صار يسمح ولكن بكميات قليلة. هذا الموضوع التزام المريض جدا جدا وممارسة الرياضة وأثناء الهجمات اعتماده على السوائل وتخفيف الطعام وتصير عنده هجمة شديدة بريح الكولون، إراحة للكولون والأمعاء الدقيقة. هذا الموضوع بخلي المريض يعيش حياة طبيعية جدا جدا، ولا حتى أنت بتشعر أنه هو مريض داء كرون، يعني بتعايش معك بشكل طبيعي، حتى آلامه بتصير تتباعد، نوباته بتصير تتباعد، مثلا تجي مثلا كل 3 أيام كانت نوبة بصيروا كل شهر نوبة، فبيعيش حياة طبيعية. ولكن عدم التزامه وأهماله ولجوء التدخين ممكن أكيد دخل وصلنا على مرحلة الاستشفاء وقبول مشفى وعلاج وريدي شديد، ممكن نروح على علاج بيولوجي والجراحة. فهذا يعتمد على إرادة المريض بتحسين الحياة والشفاء إن شاء الله. دكتور، يعني اليوم دائما موضوع الهجمات أو استقرار المرض بشكل عام لشو بيتبع أو لشو الحالة اللي بتكون موجودة فيها، تبع لحالة المريض، تبع لالتزامه بالإرشادات والوقاية؟ هل إلى وقت معين مثلا أنا بالشهر بيجي الحالة مرة أو تنتين أو ثلاثة؟ مثل ما قلنا هي درجة يعني مرحلة اكتشاف المرض، إذا كان المريض واصل لمرحلة متقدمة رح تكون الهجمات وتكرارها كتير كبير أول فترة، وتعنيده على العلاج الدوائي رح يكون ممكن تكون ردة فعل رح تكون سلبية أو مو سلبية، رح تصير نحن يعني ما يستفاد أول مرة ما يستفاد ثاني مرة، فحيضل بعيش مرحلة هجمات حادة ومتكررة. هلأ إذا صار في يعني تشخيص مبدئي وتشخيص مبكر والتزم المريض، ممكن الهجمات ما تجي غير أو تجي بنوبات خفيفة. يعني هلأ الهجمة الخفيفة هي آلام بطنية، أما الهجمات الحادة اللي هي آلام العضلية والخمول وإسهال الشديد مع الدم، هي هجمة حادة. نحن منشخص هجمتنا من انزعاج المريض بحياته، عدم مارس حياته وإسهال المدمة اللي بصير، وما في مع حياته بلا نوعية، بتكون متعبة، ما في يطلع برا البيت، فهي هي تشخيص الهجمة. فالتزام المريض هو بأخر الهجمات، أما وقت محدد تجي فيه الهجمات أكيد لا. يعني بدي أتشكر وجودك معنا ضمن استديو دامسكو الدكتور ملهم عبد العزيز علي، اختصاصي بالهضمية، يعني شرفتنا ونورتنا بالمعلومات المتطورة والمعلومات يلي بتخص داء كرون لليوم. شكرا لكم كثير وشكرا على الاستضافه الجميله. شكرا لك دكتور، ودائما يعني بنتمنى الصحه والسلامه ترافق الجميع. الله للجميع ان شاء الله. الله يخليك يا رب. صحه الله يخليك. شكرا لك.